جهود متواصلة تبذلها الدولة من أجل الوصول بالخدمات كافة للمواطن الأكثر احتياجا، وذلك بجميع المحافظات بالتعاون مع منظمات العمل المدني. يأتي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كشريك رئيسي للدولة المصرية، وذلك للوصول بتلك الخدمات لكافة المحتاجين على طول البلاد وعرضها، خصوصا مبادرة الخدمات الاجتماعية والصحية كمبادرة يوم في حب مصر. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية مبادرة يوم في حب مصر لعمل وتنفيذ عمليات قوائم الانتظار المؤجلة بمحافظة البحيرة. النهاردة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تحت رعاية التحالف الوطني من خلال مؤسسة الكاتب وبالتعاون مع أطباء المعهد الطبي القومي بدمنهور. النهاردة يعني حوالي أكثر من 150 حالة إن شاء الله بإذن الله سيتم إجراء عمليات جراحية لهم، كانوا على قوائم الانتظار وكان بقالهم فترة متأخرين، وعلى المدار الأسابيع القادمة هيتم الانتهاء من بقية الحالات. اليوم ممثل في أقسام المسالك والمخ والأعصاب والعظام والجراحة العامة والعيون والأنف والأذن، وكمان انضم معانا الزملاء اللي ما بيعملوا عزم المخ وتخطيط الأعصاب متطوعين في يوم زي ده ان احنا ننجز يعني العدد الأكبر من القوائم بإذن الله. النهارده بننهي حوالي اكتر من 150 حالة عمليات من قوائم الانتظار، ودي مش اول يوم نعمله في المعهد ده، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان لازم ننهي قوائم الانتظار في اسرع وقت ممكن. انا بعشق العمل التطوعي، العمل التطوعي ده فعلا خدمه انسانيه كبيره، يعني انا بحب جدا نقدم لهم ورد والتبسم في وجه اخي قصدك. كان عندي حسوة على الكلى، كانت ردة مية على الكلى وكان لازم نعملها ضروري، فلما التحالف الوطني عرف بحالتي بقى اتصلوا عليا وجم حطوني على الطوارئ، وجيت عملت العملية النهاردة الحمد لله. أنا كنت تعبان وعندي حصوة في الحالب وتضخم في البروستاتا، وجيت على هنا عملت العملية البارح ومية مية وحنطلع النهاردة نروح. كانت عندي المية مسدودة وطلعت على الكلى، فربنا يسر الحال، جيت من اسكندرية عند الدكتور حافظ ربنا يبارك فيه، راجل محترم، دخلنا عمليات وشل الحسو ويركب لي دعامات، وشكر السيد الرئيس. بشكر السيد الرئيس والتحالف الوطني ومؤسسة نبيل الكاتب. تنفيذ عمليات قوائم الانتظار هو جزء من نشاطات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية التي يسعى من خلالها إلى رفع المستوى الصحي للمواطن المصري في كل محافظات مصر.